الواضي خلانا في كل مطرح يجي نلقى بنيتي قدامي ما نلقاش راجل يحطني في الكلام نلقى بنت كيفي كيفة نلقى ولية كيفي كيفة واليوم الحمد لله نحن قاعدين في خيار الخير نحن قاعدة بلادنا زايطة بالخير وبكل حاجة والحمد لله نحن ما ناش مستحقين أي حاجة عندنا حاجة وحدة عندنا عيالنا وقت الدراسة ويبطلوا يقعدوا يدوروا يحطوهم يدوروا لهم عمل يحطوهم فيه هالعيال اللي قاعدين يدوحوا بكتايبهم قام يروحوا من الجامعة وقاعدين يحملوا على كتوفهم مفروض يدوروا لهم عمل ويحطوهم فيه مفروض بناتنا اللي قاعدات يتباكن في الحشان متخرجات من الجامعة يخدموهم هذا اللي نطلبوا فيها نحن نطلبوا شي حاجة أخرى نطلبوا تاري يطول عمره ويخليه لنا في كل وقت عليه عليه